ورجعناكم من جديد مشاهدينا. طبعا تعودتوا معنا في كل اخر ربع ساعه من فقرتنا بيكون معنا شيف مميز ومختلف في كل حلقه، بيقدم لنا اطباق مختلفه وسهله واكيد لذيذه. اليوم جبنا لكم كذا شيف ايضا متميز، الشيف يسر. تعودتوا معنا تكون في حلقات برنامجنا بتقدم لنا دائما اطباق مختلفه. اليوم حتكون معنا في اول دقيقه من حلقتنا تعطينا كذا فكره شوي عن طبق اليوم عشان اللي حابب يجهز او يكتب من البدايه. اهلا وسهلا فيك شيف يسر. اهلا فيكم واهلا بمشاهدينا مشاهداتنا في وين من كان. اليوم عندنا وردات، ورد بعجيني، ورد التفاح وورد المالح بالمرتديلا، فمنه مالح ومنه حلو. فالعجيني هي عبارة عن معلقتين خميرة مع الملح، 3 معالق سكر، 3 معالق زيت نباتي، وكوبين طحين. بنحطهم بالأول، بنحط نص كوب مي، بنحطهم بنسخنه على النار، بنحط معه الخميرة والملح والسكر، وحتى يدوب. شفنا الخميرة طلعت لفوق، بنحط الطحين معه وبنعجنها وما بتخليها ترتاح هيدي فورا، لأن الخميرة ارتاحت خلاص. فبنعجنها فورا، وفورا بنشكلها، بنشكلها بالمرتديل. أكيد إحنا حنعرف لاحقا كيف ممكن نشكلها بأشكال فعلا متميزة، لكن أعطيناكم فكرة عن طريقة عمل العجينة. أكيد تقدر تتابعونا أكثر على هالفقرة بإذن الله في آخر ربع ساعة من حلقتنا. حيكون معنا اتصال مثل ما تعودتوا في أول فقرة من فقرات برنامجنا، واتصالنا اليوم عن فعاليات ترفيه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا أقامت مجموعة مبادرة تطوعي نشاط ترفيهي يستهدف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي اشتملت على العديد من الأركان والبرامج الترفيهية لدمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا مع أفراد المجتمع. المزيد اكيد معنا عبر الهاتف الاستاذة آلاء القحطاني، مسؤولة بالعلاقات العامة بالفريق. يا هلا وسهلا فيك استاذة آلاء. اهلين استاذ مشاكرم. هلا وسهلا فيكي. حدثينا اكثر عن الفعاليات اللي بتقدمها هذه المجموعة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة السلام على رسول الله. بداية حابة اقول انه مجموعة مبادرة تطوعية تعمل تحت اطار عمل جماعي منظم تسعى الى تحقيق مفهوم التطوع الشامل، أيضا إدراك مفهوم العمل التطوعي. أقمنا طبعا برنامج ترفيهي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخدمات الإنسانية. قدمنا لهم عديد من الفقرات الترفيهية، الألعاب الحركية، المسابقات، أيضا الهدايا والوجبات والعديد من الأركان. طبعا كان بوجود 163 طفل مع أسرهم، شارك في هذا التنظيم الفعالية 30 متطوعا. طبعا أشكرهم على جهودهم المبذول في إنجاز هذه الفعالية. كان تحت إشراف مشرف المجموعة الأستاذ محمد الشمري، ومسؤول العلاقات العامة الأستاذ عبدالله العنزي، والمنسقين اللي هو الأستاذ مقبول العلياني والأستاذ عبدالله القباني. طبعا قدموا كل جهودهم عشان يسعدون اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وادخال السرور لهم. جميل. هدفنا من فعاليتنا في مشاركه اطفال ذوي الاحتياجات هو مشاركتهم في المناسبات الاجتماعيه. صح. وطبعا شعور جميل وعظيم جدا نستشعره في مثل هذه الفعاليات التي تخدم فئه غاليه على قلوبنا من باب إحساسنا بالمسؤولية تجاههم. بالتأكيد. الحمد لله التمسنا فرحة الأطفال، أيضا التمسنا فرحة الأمهات، كانوا كثير مبسوطين ومتفاعلين مع البرنامج الترفيهي اللي قدمنا لهم. ما شاء الله، يعني فكرة الدمج أيضا جميلة كانت من خلالكم. يعني كيف رأيتي تفاعل هذه الفئة مع أفراد المجتمع؟ الحمد لله كان مثل ما قلت لك انه تمسنا فرحه الاطفال، حتى الامهات نفسهم كانوا جدا متفاعلين في البرنامج الترفيهي. طبعا الجدير بالذكر طبعا مجموعه مبادره تطوعيه تسعى انه تقدم مختلف البرامج والانشطه الهادفه وتخدم في جميع المجالات. هدفنا هو نشر ثقافه العمل التطوعي، وان شاء الله احنا مستمرين في هذا الشيء باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، لكم خطه مستقبليه في فعاليات مماثله مختلفه ام فقط في مناسبات معينه؟ لكم خطه ان شاء الله في فعاليات مماثله للمستقبل؟ ان شاء الله لنا يعني فعاليات كذا، فعاليات لنا ان شاء الله، لنا فعاليه قريبه في دار الايتام وكذا فعاليه ان شاء الله مستمره باذن الله. ما شاء الله. هدفنا بالتأكيد استاذه آلاء القحطاني مسؤولة العلاقات العامة، شكرا لك على مشاركتك معنا، يديكم العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك.
أكيد مشاهدينا راجعين لكم مع مرة ثانية، لكن حننتقل للتقرير عن الملتقى الشرعي الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حرصا على دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا في المجتمع وتعريفهم بحقوقهم والواجبات الخاصة بهم. أكيد تقيم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد آل سعود الخيرية الملتقى الشرعي الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد للمزيد عن هذا التقرير معنا زميلتنا نهدى الأغا.